أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. معاناة الطلبة اليمنيين المبتعثين في الخارج لم تراوح مكانها منذ عدة سنوات. تأخر وصول المستحقات المالية وعدم تسديد الرسوم الدراسية لعامين دراسيين بالنسبة لطلاب الاستمرارية والنفقة الخاصة، إضافة إلى ذلك تعامل السفارات اليمنية مع الطلبة المبتعثين في بلدان الابتعاث ووصول بعضها إلى استدعاء الشرطة كما حصل في الهند مؤخرا. جميعها مشاكل تستدعي النقاش بالطبع. عن أبرز مشاكل الطلبة المبتعثين في الخارج ودور الحكومة تجاهها سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة، حيث سنناقش مع مجموعة من الطلبة المبتعثين أبرز المشاكل التي يعيشونها في دول الابتعاث وأوضاعهم المعيشية الحالية. نبدأ النقاش واستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم، لكن بعد أن نشاهد التقرير التالي حول الموضوع الذي عده الزميل عمر أنهم. إنه إذا استمر الوضع أكثر من 3 أيام إحنا بنرفع رسالة لرئيس الجمهورية الذي هو المسؤول الحكومي أمام العالم كله. هتافات قريبة من أفواههم بعيدة عن مسامع الجهات المعنية في الحكومة. طلاب يمنيون مبتعثون في الخارج اعتادوا الوقوف أمام سفارات بلدهم في دول الابتعاث للمطالبة بصرف مستحقاتهم التي بالكاد تعينهم على الاستمرار بدراستهم الأكاديمية. لهؤلاء الطلاب معاناة طويلة لم تراوح مكانها منذ ما يقارب 3 أعوام. تراكمت المشاكل وأثبتت وزارة التعليم العالي فشلها في وضع حلول مستدامة من شأنها تخفيف معاناة الطلاب وصرف مستحقاتهم في وقتها المحدد. وازداد الوضع تعقيدا بسبب تصرفات بعض السفراء الذين وصل بهم الأمر إلى استدعاء الشرطة لسجن الطلاب المحتجين أو عدم السماح للطلاب بدخول السفارات لإيصال أصواتهم أو المطالبة بحقوقهم المشروعة. اعتادت وزارة التعليم العالي على تأخير صرف مستحقات الطلاب متسترة وراء الكثير من الحجج، وكما تأخرت في صرف الأرباع السابقة تأخرت هذه المرة كعادتها في صرف المستحقات للربع الثالث، بينما المفترض أن يتم تسليم الربع الرابع خلال الأيام القادمة. لا تنحصر معاناة الطلاب المبتعثين في صرف المستحقات فقط، بل هناك مشاكل أخرى. فالرسوم الدراسية للمنزلين من قبل الميليشيات الحوثية لعام 2016-2017 لم تسلم حتى الآن على الرغم من وعود التعليم العالي بتعزيزها. كذلك الحال بالنسبة للرسوم الدراسية لبقية الطلاب للعام 2017-2018 والعام الجاري 2018-2019، وبسبب تخلف الطلاب عن دفعها فصل البعض، فيما البعض الآخر يقفون ما بين التهديد بالفصل أو امتناع الجامعات عن تسليم شهادات تخرجهم. المشاكل الأخرى ذات الصلة بطلاب الاستمرارية وأيضا طلاب النفقة الخاصة والجهات الأخرى وتذاكر سفر الخريجين للعودة إلى وطنهم. الفشل غير المبرر من قبل وزارة التعليم العالي ضاعف من معاناة الطلاب وأثر بشكل سلبي على تحصيل الطالب العلمي، ويبقى الهاجس الأهم للطلاب كيفية العيش في ظل أوضاع سيئة للغاية، خصوصا مع صمت الحكومة وأصحاب القرار لسنوات عن كل هذه المعاناة. إذا تابعنا التقرير حول الموضوع الذي نتصل في البداية الأخ أنور السفياني. أهلا بك أنور. أهلا وسهلا ومرحبا في يمن شباب، شكرا على التغطية. لا بلقيس اليوم، قناة بلقيس. تمام، عفوا، عادي ما مش مشكلة. طيب أنور، لو نبدأ بأبرز المشاكل التي تواجهونها كطلبة مبتعثين. عفوا، شكرا بلقيس على التغطية. والمشاكل كثيرة ومتعددة، أبرزها تأخر صرف المستحقات المالية والرسوم الدراسية. سأقف بالتفصيل ربما على نقطة الرسوم الدراسية. مشكلة الرسوم الدراسية طبعا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المنزلين من قبل الميليشيات الحوثية لعام 2016-2017، إلى الآن لم تعزز وزارة التعليم العالي بهذه المستحقات. في روسيا فقط 19 طالب من المنزلين تأخر وصول مستحقاتهم. طيب في هذه النقطة أنور، عندما تقول المنزل من ميليشيا الحوثي، الطلبة من يستلموا رواتبكم؟ هل تستلموا من صنعاء أم من عدن؟
لو نعود الى الفتره الماضيه عندما قامت الميليشيات الانقلابيه بتنزيل اسماء الطلاب من كشوفات المنح الماليه، اعادت وزاره التعليم العالي والحكومه الشرعيه الطلاب الذين انزلوا من كشوفات المنحه الماليه تعسفيا، اعادوا المنحه الماليه فقط، بينما الرسوم لم يعيدوها الى هذه اللحظه. ليش يعني وزارة التعليم العالي مع الحكومة الشرعية بينهم تواصل وتعاون، يعني يتم الأخذ بالإجراءات التي تقوم بها وزارة التعليم العالي الموجودة في صنعاء تحت سيطرة ميليشيا الحوثي؟ لا، في هناك فرق. هناك الرسوم المنزلين أعادت وزارة التعليم العالي التابعة للحكومة الشرعية كل المنزلين في كل بلدان الابتعاث، أعادت لهم فقط المنحة المالية اللي هو الربع، بينما الرسوم الدراسية من عام 2016 إلى الآن لم يعززوا بها. 2016 2017 2017 2018 لا ندري هل نحن من ضمن الطلاب المضافين في كشوفات الرسوم الدراسية أم لا. هذه نقطة للرسوم المنزلين. الرسوم بشكل عام، أتحدث هنا عن روسيا بشكل خاص، تأخر وصول الرسوم الدراسية إلى الجامعات سبب مشاكل كبيرة جدا، لعل آخرها تحويل بعض الطلاب إلى المحكمة بسبب عدم دفع رسوم دراسية. الطالب يفصل ويحول إلى المحكمة، يعني هذه سابقة خطيرة لأول من نوعها تحدث، ربما لكل المبتعثين من الدول حتى ليس من اليمن فقط، أن تقوم الجامعة بفصل الطلاب وتحويلهم إلى المحكمة بسبب عدم دفع رسوم دراسية. طيب، مشكلة الرسوم الدراسية أنوار، هل هي حاصلة مع كل الطلبة المبتعثين بشكل رسمي من الداخل أم مع البعض؟ لحد الآن هي مشكلة تخص كل الطلاب المبتعثين، والسبب عدم التزام وزارة التعليم العالي بتحويل هذه الرسوم الدراسية. مشكلة تحتاج الوقوف عليها. رسوم 2017-2018 للعام الماضي إلى الآن لم تسدد، ونحن الآن في العام الجاري 2018-2019 المفترض أن يتم تسديدها في شهر 9 بداية سبتمبر من كل عام، الآن لم تعزز. طيب، وما هي مبررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عدم الالتزام بإرسال الرسوم الدراسية إليكم؟ المبررات كثيرة. نحن التقينا بعدد من اصحاب الشان والاختصاص في وزاره التعليم العالي، وعدد من ضمنهم وزير الخارجيه السابق الدكتور عبد الملك المخلافي، وهو كان على راس لجنه حل مشاكل الطلاب، انه قدر وضع البلد اليمن تمر في ازمه اقتصاديه كبيره جدا، وعليكم ان تتحملوا الاوضاع، ومن هذه المبررات. طيب، لو ما زال لديك بعض المشاكل التي تريد الحديث عنها، وأيضا مطالبكم من خلال البرنامج للجهات المعنية. المشاكل كمان كثيرة جدا، من ضمنها طلاب النفقة الخاصة. طلاب النفقة الخاصة يعني الجميع يعلم مدى الأوضاع الاقتصادية السيئة في الداخل. طبعا طلاب النفقه الخاصه يدرسون على حسابهم الخاص، وهم من الطلاب المتفوقين ربما في بلدان الابتعاث. كان في السابق اهلهم يقوموا بتحويل يعني مصاريفهم بشكل ربما يسير بعض الشيء، لكن الان مع ارتفاع سعر الدولار في اليمن سبب مشاكل كبيره امام هؤلاء الطلاب، وربما الكثير لا يستطيع مواصله الدراسه. نحن رسالتنا الى التعليم العالي، بدلا من ابتعاث طلاب جدد وعدم الايفاء بمستحقاتهم الدراسيه، عليكم باعتماد او حل مشاكل اكبر عدد ممكن من طلاب النفقه الخاصه الذين هم متواجدين الان في جامعاتهم ومقاعد دراسه. يا انوار، هذا قد يفهم منكم انانيه، يعني انتم لا تريدون ان يبتعثوا طلبه اخرين والاكتفاء بمن هم في الخارج، يعني هذا قد يفهم بانه انانيه من قبل الطلبه. ليست أنانية، هي ربما هي مقترحات، والتعليم العالي والحكومة اليمنية هي الأدرى بكل ما يحدث. يعني الآن لو الطلاب المبتعثين الجدد اللي يبتعثوهم خلال الفترة الحالية من غير مستحقات مالية ويعانون مثل ما يعانوا طلاب النفقة الخاصة، هذه تتراكم المشاكل وتزداد الأمور سوءا.
تمام، شكرا جزيلا لك انوار، ونحن نطرح كل النقاط وكل المواضيع حتى في خدمتكم، يعني ان شاء الله يتم التجاوب مع مشاكلكم. اتصال اخر من تركيا، الطالب محمد صلاح. اهلا بك محمد. اهلا حياكم الله. محمد، ما هي المشاكل التي يعاني منها الطلبة المبتعثين في تركيا؟ في البداية أشكر قناة بلقيس على إتاحة الفرصة لنا كطلاب للتعبير عن مشاكلنا وإظهارها للرأي العام. بالنسبة للمشاكل التي يعاني منها الطالب اليمني في الخارج، فلو جينا نلخصها هي عبارة عن 4 مشاكل رئيسية. المشكلة الأولى هي مشكلة الطلاب المبتعثين من وزارة التعليم العالي. هذه المشكلة احنا نتحدث عنها ونكررها من 3 سنوات وحتى الآن. هؤلاء الطلاب تم ابتعاثهم من قبل الحكومة للدراسة في الخارج، ثم تركوا عرضة للجوع وللفصل من الجامعات والاضطراب من البيوت المقيمين فيها بسبب تأخير الحكومة وتقاعسها عن تسديد مستحقات هؤلاء الطلاب في موعدها. وحينما نتحدث عن التأخير هنا لا نتحدث عن تأخير يوم أو يومين أو شهر أو حتى 4 شهور، نتحدث عن أن الطالب في كثير من الأحيان لا يستلم الربع الأول من منحته إلا بعد مرور 6 أشهر عليها. على سبيل المثال الطلاب المبتعثين لحد الآن لم يستلموا سوى 40 من أصل 4 طلاب، يعني من أصل 4 أرباع، يعني مفترض الآن في نهاية هذا العام أن يكونوا قد بدأوا الآن باستلام الربع الرابع، بينما هم لم يبدأوا حتى في استلام الربع الثالث. يعني حتى هذا غير مشاكلهم في مسألة الكشوفات التي لا يتم إنزالها بشكل شفاف وسريع ليتمكن الطلاب اللي عليهم مشاكل من تصحيح أوضاعهم، غير مشاكل الطلاب الذين يتم إسقاط أسماءهم بشكل تعسفي ويتركوا عرضة لتعسف موظفي السفارات وتحت رحمتهم دون أن يجدوا جهة حكومية يرفعوا الشكوى إليها أو يعملوا معها للحل على مشاكلهم. بالنسبة للمشكلة الثانية هي مشكلة المبتعثين من وزارة التعليم العالي لإستكمال الدراسات العليا أتحدث. هؤلاء الطلاب تطالبهم السفارة بأن يحضروا بأن يقوم بإحضار مذكرات إفادهم من وزارة التعليم العالي في عدن. حينما توجه هؤلاء الطلاب لطلب هذه الإفادات من وزارة التعليم العالي طالبتهم الوزارة بمذكرات من جامعتهم تفيد ابتعاثهم، ولأن هذه الجامعات تقع حاليا تحت سيطرة الميليشيا الحوثية رفضت إصدار مذكرات تخاطب بها وزارة التعليم العالي التابعة للشرعية، فضاع حق هؤلاء الطلاب وتفاقمت مآساتهم. بالمقابل ظلت السفارة والتعليم العالي في موضع السكون ولم يقوموا بإيجاد أي حلول، رغم أن هذه المشكلة ليست وليدة اللحظة وإنما منذ تقريبا 3 سنوات. نحن نتحدث عن مشكلة ضحيتها دكاترة ومحاضرين في الجامعات وأشخاص لهم مكانتهم العلمية المعتبرة، يعني هذا في الدول اللي تحترم أنفسها وتدرك أنه هذا الوطن لا يقوم إلا بمثل هؤلاء المتعلمين والدكاترة، ومستحيل يعني دولة تحترم نفسها أنها تتركهم عرضة لهكذا مشاكل. المشكلة الثالثة هي مشكلة الطلاب الراغبين باستكمال دراستهم في الخارج. هؤلاء الطلاب يدفعون الغالي والنفيس باستخراج مقاعد للدراسة في الخارج ويقومون بدفع الرسوم وعملية التثبيت، وحينما يتقدمون لطلب استخراج الفيزا من سفارات هذه الدول يتم وضعهم على قائمة الانتظار لمدة شهر شهرين وحتى 4 أشهر، ثم يتم رفضهم، يعني رفض الغالبية منهم بشكل جماعي، مع أن هؤلاء الطلاب لديهم وثائق رسمية تفيد بحصولهم على هذه المقاعد وأنهم مقيدين فيها وقاموا بدفع الرسوم أيضا. هذه المشكلة كان بالإمكان أن تقوم وزارة الخارجية والتعليم العالي بعمل زيارات لسفارة هذه الدول والتفاهم معها وإيجاد حلول لهؤلاء الطلاب. على سبيل المثال لدينا نحن هنا في اتحاد الطلاب اليمين في تركيا قائمة بما يزيد عن 150 طالب وطالبة ممن تم تثبيتهم في الجامعات الحكومية هنا في تركيا، يعني من الجامعات الحكومية والخاصة بس غالبهم في الجامعات الحكومية، ولكنهم ولحد الآن من 3 أشهر ما زالت ملفاتهم معلقة في السفارة التركية، سواء في السعودية أو في السفارة التركية في عمان أو السودان وغيرها من السفارات. قمنا بدورنا برفع هذه الكشوفات للسفارة اليمنية في تركيا ولحد الآن لم نتوصل لحلول، مع أن النصف الأول من العام الدراسي الآن شارف على الانتهاء، يعني الطلاب الآن في حال يعني تم وضع حل مشكلة بينه قد كمل النصف الأول من العام الدراسي. المشكلة الرابعة هي مشكلة الطلاب الذين جاءوا للدراسة على حسابهم الشخصي. كثير من هؤلاء الطلاب جاءوا للدراسة حينما كانت لا تزال أوضاع عوائلهم أوضاعهم مستقرة، ولكن بسبب الحرب والوضع غير مستقر في اليمن لم يعد أهلهم قادرين على مساعدتهم.
الأمر الذي يوجب على السفارة اليمنية في الخارج الإسهام في وضع حلول لهم إما عبر طرق حكومية أو عبر تشبيك العلاقات مع مؤسسات البلد التي تتواجد فيه، ولكن للأسف لم نرى أي شكل من أشكال لهذه الحلول، بل العكس من ذلك. على سبيل المثال قانونيا يحق لهؤلاء الطلاب الغير مبتعثين التقدم لطلب مساعدة مالية في حال أكملوا السنة الأولى من دراستهم بتقدير جيد جدا أو ممتاز، لكن ما يحدث هو أن الطلاب هؤلاء حينما يتقدمون بوثائقهم للسفارة لطلب مذكرة تفيد أنهم طلاب مقيدين في الجامعات لاستكمال معاملتهم في وزارة التعليم العالي ترفض السفارة إعطائهم هذا المذكرة، مع أن الأمر لا يكلفها يعني لا جهد ولا مال ولا أي شيء. طيب إذا كان القانون يضمن للطالب ذلك، لماذا ترفض السفارات منحهم هذه المذكرة؟ وهل الرفض لكل الطلبة المبتعثين على نفقتهم الخاصة أم هناك استثناءات لبعض من ذوي السلطة والوساطة؟ طبعا بين الحين والآخر تأتينا أسماء الطلاب تم إصدار منح لهم، ولكن يعني الطلاب لحد يعني أتكلم الآن عن تركيا، في يعني عدد مهول جدا من هؤلاء الطلاب الذين تقديرهم عالي جدا وتنطبق عليهم شروط يعني طلب المساعدة المالية لم يتم النظر لملفاتهم أصلا في السفارة، يعني وحينما نبحث عن السبب هذا لا يوجد سبب مقنع لحد الآن. يعني آخر الرد الذي وصلنا أنه السفارة تجمع الأسماء كل شهر وبعدين تعمل لهم توقيع واحد، يعني كأن الأمر متعب جدا تعمل لهم توقيع واحد مذكرة واحدة، ولكن الحقيقة أن هؤلاء الطلاب لهم أكثر من 3 شهور وملفاتهم موضوعة. طبعا احنا تكلمنا فقط عن مذكرة تفيد أن هذا الطالب في تركيا، يعني مش مذكرة يوفروا بالورق يعني عشان ما يخسرش مذكرات كثير. يعني هذا الآن طبعا فعلا هذا مهزلة وهذا مش للتهويل. وإن طيب يا محمد، ما أنك أنت أحد الطلبة الدارسين في تركيا وعضو في الاتحاد كما أشرت في حديثك، ربما هناك تساؤل لدى البعض من الطلبة الراغبين في الدراسة في تركيا، هناك منح تقدم من الحكومة التركية، هل ما زالت هذه المنح تقدم وهل تذهب لمستحقيها أم يتم التلاعب بها من قبل الجهات اليمنية المسؤولة؟ المنحة التركية التي تقدم الحكومة التركية هي يعني شأن مختلف، وهي يعني تقوم بها الحكومة التركية بشكل منفصل وبشكل دوري بالنسبة لمنح الدراسات العليا في شهر واحد من بداية كل عام، وبالنسبة لمنح الليسانس أو البكالوريوس في شهر 3 يتم التقديم عليها وتظهر النتائج شهر 8. وهذا يعني مسألة منحة تركيا لا دخل يعني للحكومة اليمنية فيها، لأنها تقوم على معايير ليس لليمن فقط وإنما لجميع الدول يعني. وهذا طبعا كانت هذه المنحة في بداية الأمر في عام 2011 تصرف للحكومة اليمنية للتعليم العالي من قبل الحكومة التركية، ولكن بسبب التلاعب الذي ظهر من قبل وزارة التعليم العالي والتلاعب في صرفها أصبحت الحكومة التركية تصرفها بشكل مستقل يعني عبر الإنترنت وتقديم شفافنا، ولم تعد تلك الثقة موجودة بينها وبين وزارة التعليم العالي. شكرا لك محمد من تركيا. اتصل الآخر الأخ بلال الصعفاني من ماليزيا، عضو في اتحاد الطلبة هناك أيضا. أهلا بك بلال. مرحبا بكم استاذ سامي. طيب بلال، هذه الحلقه مخصصه لمعاناه الطلبه المبتعثين، لو تضعنا امام هذه ابرز هذه المطالب الملحه الان، وما هي مطالبكم من قبل الجهات المعنيه لو كانوا يسمعونا حتى يتجاوبوا مع اشكالياتكم؟ في البدايه نشكر قناه بلقيس وطاقمها وكل الاعلاميين فيها على هذه الاستضافه. شكرا. والتي تؤكد لنا مرارا وتكرارا انها الوسيله الوحيده التي تهتم بصوت الطالب اليمني في الداخل والخارج، بعد أن تنكر لنا الجميع سواء في الجوانب الإعلامية أو في الجوانب كالحكومة وغيرها. أشكر الأخ محمد صلاح والأخ أنور في طرحهم، لكن لو عرجنا سريعا بالنسبة لقضية الطلاب بشكل عام، هي قضية واحدة والجهة مسؤولة واحدة والمتضرر واحد هو الطالب اليمني. مجملا ينتظر جميع الطلاب اليمنيين في الخارج الاستحقاقات نصف عام ممثلة بالربع الثالث والرابع، إضافة إلى استحقاقات ومستحقات دراسية للعام الدراسي المنصرم. ثم لذلك القضية المركزية هي قضية طلاب الاستمرارية وقضية طلاب التذاكر الخريجين الذي طال الطلاب ينتظروا من 2014 لعودتهم إلى ذي الوطن، لكن إلى الآن ما زالوا مشردين في دول ابتعاثهم.
إضافة إلى رسوم واستحقاقات الطلاب الذين تم إسقاط أسماءهم من كشوفات الابتعاث دون مصوغ قانوني. في الحقيقة هنا في ماليزيا لا يعاني الطالب فقط من هذه القضايا، ولكن تعاني أسرته المهددة بالطرد من السكن، يعاني أطفاله في المدارس والجامعات، تعاني نفسيته وسيكولوجيته أيضا عندما يرى زملائه وجامعته تتصدق عليه وتحاول جمع الزكاة لتسد رمقه للأسف. يعني للأسف يعني مثلا يعني أصبح هكذا وضع الطالب، أنه أصبح تحدثت عن حالة موجودة في ماليزيا. نعم، عدة جامعات جمعت الزكاة في رمضان المنصرم لأسر الطلاب وللطلاب المبتعثين هنا. طلب اليمنيين. نعم، الطلاب اليمنيين كجامعة اليوكيم وغيرها. يلي كل ذلك قضية ومشاكل، قضايا ومشاكل خاصة بكل دولة ابتعاث. هنا تتفنن كل جهة ابتعاث في مختلف الدول بأساليب مختلفة في الإقصاء والحرمان والمماطلة والعجز الإداري لفترات طويلة للأسف، حيث أن العديد من القضايا قاربت 10 سنوات. بعض الطلاب من 2007 إلى الآن ما زالوا ينتظرون حل بعض مشاكلهم، كقضية طلاب استمرارية من 2009 2014 2013 وما إلى ذلك. الطلاب اعتقدنا الزملاء في زميل محمد وزميل أنور يعني قد عرجوا لأكثر القضايا، لكن سأعرج على القضية التي عرجت عليها أنت أنها على الأخ أنور أن هذه أنانية، اللي هي قضية طلاب وزارة الدفاع والطلاب المستجدين الذين يتم ابتعاثهم في الآونة الأخيرة. هؤلاء الطلاب تم ابتعاثهم من قبل جهات حكومية متعددة كوزارة الدفاع ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية وما إلى ذلك، على أن تصرف لهم منح كاملة في بداية ابتعاثهم شامل الأرباع والمستحقات الدراسية وما إلى ذلك. في البداية صرفت لهم ضمانات على أن تتم عملية الالتحاق بالجامعات ويباشر التحصيل العلمي كالعادة، إلا أن الجميع للأسف تفاجأ بتوقف اعتماد مقاعدهم ورسومهم الجامعية والاكتفاء بصرف الأرباع فقط، مما تراكمت ديونهم لأكثر من 10,000 دولار، البعض 6,000 دولار، والبعض تطالبه الجامعة بمبالغ طائلة جدا، رسوم 3 سنوات، رسوم سنتين، رسوم سنة، رسوم نصف عام وما إلى ذلك. طيب ما هي المبررات فيما يخص إيقاف إرسال الرسوم الدراسية؟ إيقاف الرسوم الدراسية لهؤلاء الطلاب، بعض الجهات تقول أن بعض الجهات تنصلت أن الطلاب هؤلاء تم ابتعاثهم عبرها، أنهم لم يبتعثوا هؤلاء عبر هذه الجهة أو عبر هذه الوزارة أو عبر هذا الشخص نفسه. هذا استهتار أن يحرم العشرات من الطلاب من دراستهم، من أن يعاقبوا جميعا بتوقف رسومهم أربعة، من أن يتم ضمان رسومهم في البداية ثم سحبها وتقديمهم كضحية للديون والتبعات الأخرى. طيب أنا لا أدري لماذا تنصلت الحكومة من هذه الواجبات، لماذا تنصلت الجهات الابتعاث من هذه الواجبات، مع الرغم أن المعلومات الأخيرة وصلتنا بعض المعلومات أن الطلاب المبتعثين وصلوا إلى أدنى المستويات، 1400 طالب مقارنة ب 6000 طالب في عام 2013. يعني هناك تقليل في عدد الطلبة المبتعثين ربما. في تقليل في 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 مستوى الابتعاث، وفي أيضا تعنت أو مماطلة في صرف مستحقاتهم. 1400 طالب شيء بسيط مقارنة ب 6000 طالب في الأعوام الماضية. طيب هل قلت نسبة الطلبة المبتعثين من أبناء المسؤولين؟ قل الابتعاث للطلاب الأوائل للطلاب المتميزين، لكن لم يقل أي توجيهات لأبناء المسؤولين. إذا قد يقول قائل أن غالبية الابتعاث هو فقط للطلاب المتميزين، فإذا كانت تولي الجهات المختصة الأولوية لهؤلاء الطلاب المتميزين، فالأولى والأجدر بهم أن يعتمدوا طلاب الاستمرارية الذي قد وجه رئيس الجمهورية باعتمادهم، هم أكثر من 70 طالب. هؤلاء الطلاب هم الحائزين على براءة الاختراع المتميزين في الجامعات، ممن أرادوا أن يواصلوا
يواصلوا العمل مسيرتهم العلميه. طيب هذا النموذج المشرف من الطلبه الاستمراريه، الطلبه اليمنيين المبتعثين في الخارج، اذا كانت الحكومه اليمنيه غير مقدره لهم ولا تتعاون ولا تقدم لهم ما يضمن لهم البقاء والاستمراريه في جامعاتهم وفي بلدان الابتعاث حتى الان، هل الجامعات التي هم مبتعثين فيها والدول التي مبتعث فيها هل تقدر ظروفهم، هل يتم التعاون معهم فيما يخص موضوع الرسوم، فيما يخص ايضا تقديم المساعدات الماليه؟ انا اسالك باعتبارك احد طلبه اعضاء الاتحاد، ربما تكون لديك معلومات. هناك الجامعات بشكل عام في هذه الدول قد تقدم بعض المعونات، إلا أنها لا تختلف عن المعونات التي يريدها الطالب أو التي من المفترض أن تكون كافية له، خصوصا في هذه الدول الرسوم المعيشية وما إلى ذلك عالية جدا. في البارحة نحن نحتفل بتكريم أحد الطلاب كأفضل كأول طالب أجنبي في الجامعة، يتم تكريمه من الملك شخصيا، لكن هذا الطالب لا أدري هل سيحصل على أي منح من الجامعة أو سيحصل على أي توجيه أو تكريم من قبل الجهة الحكومية أو الجهة اليمنية، لكن اعتقد انه سيفضي به الحال الى ان يهاجر الى احد الدول او تستقبله احد الدول الاخرى كاستراليا او غيرها، الاكتفاء ربما الاكتفاء الدوله اليمنيه بهؤلاء الكواد. والله مأساة. شكرا جزيلا لك. تعقيب. طيب تفضل. التعقيب البسيط انه المتابع للشان الطالب شان الطلاب المبتعثين بشكل عام سيرى مدى مأساوية الوضع. سيرى العديد من الطلاب هنا في ماليزيا تم سجنهم بسبب مخالفتهم للقانون الذي ينص على تجريم اعمال الطالب. العديد من الاسر للاسف خرجت هنا من مساكنها وباتت في العراء، طردت باسلوب فض لتراكم الايجارات لما يزيد عن نصف عام. العديد من الوقفات والاعتصامات والمناشدات التي عاقت الطالب من التفرغ لجامعته وتحصيله العلمي. العديد من الطالبات التي تم ابتعاثهن ثم تركنا لمواجهة المصاعب والمعوقات التي أوجدتها الجهة الحكومية للأسف. إن معاناة الطالب لو رأينا إلى معاناة الطالب في الخارج لا تقل أبدا عن معاناة المواطن اليمني في الداخل، وربما سيموت المواطن في أرضه وبلد معززا مكرما بينما ترمى جثه الطالب اليمني امام السفارات والملحقيات للاسف. هذه باختصار معاناه الطالب المبتعث. للاسف. شكرا جزيلا لك بلال الصعفاني من ماليزيا. اتصال ناظم من السودان، اهلا بك ناظم. اهلا وسهلا اخي الكريم. ناظم، لو تركز على المشاكل التي يعاني منها الطلبه في السودان والتي لم يذكرها زملائك الذين سبقوا، ايضا مطالبكم للحكومه والجهات المعنيه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. بالنسبة للطلاب المبتعثين في السودان عندهم العديد من المشاكل والكثير من المشاكل التي يواجهونها بخلاف دول الابتعاث الأخرى. مثلا في السودان الطلاب عموما في دول الابتعاث عموما بيواجهوا مشكلة تأخر المستحقات المالية، لكن في السودان التأخر هذا يعني غير مقبول، لأنه بيتأخر عن بقية الدول أكثر من الشكل اللازم، أكثر من المدة المفروضة. فالسودان عندها إشكالية أنها الرسوم الدراسية تصل متأخرة، الرسوم الدراسية والمستحقات المالية، بخلاف بقية الدول اللي ممكن توصل لها في الوقت المفروض. لماذا؟ طبعا هناك مشاكل بنكية في موجودة يعني في دولة السودان، بس المشكلة الملاحظة في أن هناك غياب للحلول أو محاولة معالجة الأمر هذا الشيء. يعني تقصد أنه مثلا الجانب الإداري والمالي في السفارة وفي القنصلية اليمنية في السودان يفترض أن تقوم بحل وإيجاد معالجة لهذا الموضوع فيما يخص الروتين يمكن أو المعاملات المالية المفروضة وفق القانون السوداني؟ نعم بالضبط كذا، يعني لأن المشكلة هذه بتتكرر كل ربع وكل فترة، يعني نفس المشكلة موجودة في كل ربع تحصل مع الطلاب المبتعثين في السودان، أنه توصل الى دول الابتعاث مستحقاتهم الماليه في وقت معين، وفي السودان بتوصل في وقت مختلف متاخر
حوالي شهر أو شهر ونص. طيب لو تسلط الضوء على مشاكل أخرى يعاني منها الطلبة في السودان إذا كانت هناك موجودة هذه المشاكل؟ في مشاكل عندنا أنه لم يتم اعتماد موفدية الجامعات الحكومية، يعني مساواة بزملائهم في بقية دول الابتعاث. في السودان عدد كبير من الطلاب موفدية الجامعات الحكومية لم يتم اعتمادهم ولم يتم اعتماد تعزيزات مالية لهم، بينما زملائهم بقية الزملاء في بقية دول الابتعاث تم اعتمادها من فترة طويلة. ناظم؟ نعم معك. طيب رسالة للجهة المعنية؟ نتمنى بس من وزارة التعليم العالي النظر إلى الطلاب المتعلمين بالسودان بعين الاهتمام بمحاولة حل مشكلة التأخير، هذا حل جذري. أنا موجودة في كل ربع دراسي برضو، اعتماد موفدية الجامعات مساواة بزملائهم في بقية دول الابتعاث. شكرا لك. اتصال من الهند، صلاح المفتي، أهلا بك صلاح. أهلا وسهلا فيكم. صلاح لو تركز على المشاكل التي يعاني منها الطلبة في الهند، ويعني بالتأكيد أنت استمعت إلى أحد الزملاء السابقين حتى يعني لا نكرر ما تحدثوا به، وأيضا عن مطالبكم للجهات المعنية. أولا في البداية شكرا جزيلا لتسليط الضوء على الحركة الطلابية في الهند. في البداية نشكر دولة الهند على الاستقبال الكبير للآلاف من الطلاب والجالية، يعني الجالية الطلابية في الهند تعتبر من أكبر الجاليات على مستوى الخارج إذا لم تكن أكبرها، يعني ما يقارب 9000 طالب في الهند. نعاني معاناة شديدة من إنشاء كيان طلابي موحد لجميع الطلاب اليمنيين في الهند، حيث أن المحاولات كل مرة تبي بالفشل والمعوقات، سواء كانت معوقات من قبل الطلاب أنفسهم أو من قبل الجهات المعنية في السفارة وما غير ذلك. طيب صلاح، الأهم الآن للطلبة هل هو تشكيل كيان طلابي موحد أم المستحقات المالية الرسوم الدراسية؟ لو نركز على المهم بالنسبة للطلبة في الهند. المشاكل كثيرة جدا أستاذ الغالي، مثلا على سبيل المثال أنا تكلمت لأن الجالية كبيرة جدا في الهند، يعني على سبيل المثال لا يوجد لدينا إصدار جوازات في الهند على المستوى الطلابي أو على مستوى الجالية، هذه من أكبر المعوقات لأبناء الجالية اليمنية في الهند. كذلك معنا الرسوم الدراسية، طبعا الابتعاث للهند ليس كباقي الدول بأكثرية، أغلب الطلاب هنا على نفقتهم الخاصة، وبسبب تدهور الأوضاع في اليمن يصير الطلاب إنهم يتركون دراستهم، يتركون جامعاتهم، ينتقلون إلى أعمال قد تكون غير مشروعة في الهند، لأن الطالب ليس له حق الشغل في الهند. كذلك تزايد عدد حالات الانتحار عندنا في الهند بسبب إن التنسيق الضعيف من قبل السفارة والملحقية الثقافية، التواصل مع الطلاب، لا يوجد كيان طلابي يهتم في الطلاب في جميع المدن. الهند من الدول المترامية الأطراف الذي الطلاب متواجدين في مدن كثيرة جدا، يعني أكثر من 4 حالات انتحار في أقل من عامان. يعني كذلك من الأمور المهمة، كذلك الهند تطلب عند تغيير الفيزا لابد أن تخرج إلى اليمن وترجع، وقد عرضنا المشكلة أكثر من مرة على السفارة حيث إننا لا نستطيع الخروج إلى اليمن، المطارات مغلقة، الوضع الاقتصادي سيء جدا، نضطر إلى الخروج إلى أي دولة أخرى. على سبيل المثال نضطر الخروج إلى النيبال مثلا، تأخذ وقت 40 يوم 50 يوم هناك حتى تأخذ الفيزا. نريد التحرك السريع من السفارة لمعالجة هذا الوضع، الوضع استثنائي ويحتاج إلى رجال استثنائيين لمعالجة هذا الخلل. كذلك ربما اطلعتم قبل اسبوع تقريبا ماذا حصل في الملحقية الثقافية، عندما اتى بعض الطلاب معهم مستحقات مالية متوقفة عند في الملحقية، وعندما اتوا لي لاخذ مرتباتهم او ارباعهم تفاجؤوا باقتحام الشرطة الهندية وخرج الطلاب بالقوة من مبنى الملحقية الثقافية. رفعنا الاصوات الى السفير والى القنصل والى الداخل والى الخارج، وكذلك هذه الامور لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار. يعني شكرا جزيلا لك صلاح المفتي، ونتمنى الاستجابة لهذه المطالب من قبل الجهات المعنية. نشاهد بعض المشاركات التي وصلتنا ايضا حول معاناة الطلبة في الخارج من خلال واتساب. اليمنيين في ماليزيا تستمر معاناتهم يوم وراء يوم، معاناة في الحصول على المستحقات المالية، معاناة في الحصول على الرسوم الجامعية،
كثير من الطلاب يتم حرمانهم من الدخول إلى الجامعات، حرمانهم من حضور جلسات المناقشات، حرمانهم من كثير من الخدمات والامتيازات الجامعية. للأسف الشديد تتكرر هذه المهزلة، تتكرر هذه المشاكل يوم وراء يوم، ناهيك عن الطلاب المتزوجين الذين لديهم أسر ويعانون في الملاحقة وراء تسليم الإيجار وغيرها من المشاكل، وأيضا مشاكل لتدريس أبنائهم في المدارس وغيرها من الأمور، وهذا يشكل كثير من العبء للطالب اليمني، وتجعل الطالب بدل أن يفكر بمواصلة مشوار التعليمي بالتركيز على الدراسة، على الإنتاج، على البحث. من باكستان نقول لكم معاناتي من بيشاور. معاناتنا هي أهم المعاناة التي بنعانيها هي الوضع المادي. الوضع المادي هذا من أشد المعاناة الذي بنعانيها في باكستان، بسبب غلاء الدولار في اليمن، بسبب ما فيش فرص عمل، يعني وإحنا ندرس كمان على نفقتنا الخاصة. يعني نحن جينا من اليمن كان الوضع تمام، الآن الوضع يعني صعب جدا، إنه أهلك يعني عندما يحولوا لك من يمني إلى دولار ويرسلوها لك يعني مشاكل كثيرة، بيحصلوا الأهل مشاكل كثيرة، يعني يشتغل طول الشهر طول أو شهرين ويجمع لك الفلوس ويرسلها لك، يعني يحولها لدولار 80 أو كم 100 دولار. فهذا معانا جدا بيعانوها في اليمن، أهلك الأهل بيعانوا معانا شديدة في اليمن، وإحنا هنا نعاني معانا شديد. علينا التزامات للجامعة رسوم دراسية، علينا التزامات للسكن. للأسف الشديد تستمر معاناة الطلاب الماليزيين المنفدين في ماليزيا، وتتنوع وتتشعب أسباب هذه المعاناة، منها أسباب متعلقة بالملحقية ومنها أسباب متعلقة بالداخل. فكثير من هذه الأسباب يمكن حلها ببساطة، لكن للأسف الشديد نجد إعراض أو تعثر أو تقصير في توفير حلول لمثل هذه المشاكل، خصوصا المشاكل الإدارية. الرسوم الدراسية، وصلت رسوم الدراسية لبعض الطلاب متأخرة، رسوم 2016-2017، مع ذلك للأسف الشديد تتعنت الملحقية في صرف هذه الرسوم لمستحقيها، وحتى اليوم جزء كبير من هؤلاء لم يستلموا رسومهم كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مبتعثي وزارة الدفاع نناشد كل من رئيس مجلس الوزراء والأخ وزير التعليم العالي بمناقشة أوضاعنا وصرف مستحقاتنا للجامعات من الرسوم الدراسية، وكذلك صرف المستحقات المترتبة عليهم، لذلك بحيث نستطيع أن نستكمل دراستنا الجامعية، حيث قد تم طردنا من هذه الجامعات بحكم لم ندفع الرسوم الدراسية. كانت هذه بعض من مشاكل الطلبة المبتعثين، مشاركة لي بعض الطلبة من مختلف دول الابتعاث. لدينا اتصال من المغرب، الأخ فؤاد، أهلا بك فؤاد. فؤاد، طيب نذهب لقراءة بعض التعليقات من خلال الفيسبوك حول الموضوع. الأخ واس يقول: الطالب المبتعث يحمل في قلبه جرح الوطني، لكن جرحه يكبر حينما تتخلى السفارة والملحقيات عن واجباته، وعندما يكون صوت الطالب آخر ما يسمع أصحاب القرار. الأخ يوسف يقول: حينما يكون هم الطالب المبتعث للدراسة في الخارج البحث عن مستحقاته والركض خلف حقوقه، فإنه سيصعب عليه البحث عن العلم والاستفادة من الدراسة الذي اقترب من بلاده لكي يتعلمها. بلال يقول: يعاني الطالب اليمني المبتعث من الحرمان والإقصاء والمماطلة لسنوات طويلة شارفة العقد من قبل 2009، يهدر جل وقته وهو يبحث عن مستحقاته وأربعة، أو في التخطيط لإيجاد طريقة لإقناع الجهات الرسمية في الجامعة عن تعثر الجهات الحكومية اليمنية من الوفاء بالتزاماته، وطريقة أخرى يقنع بها أبناء البلد المستضيف أنه شخص متعفف لا يمكن أن يقبل زكاة مال أو فطرة. عيسى يقول: معاناتنا هي تأخر المستحقات الذي لابد من أن يسلموا لنا 4 مرات في السنة، ولكن الآن صاروا يسلموا مرة في السنة ويا الله هي توصل وبس. وهذه المهزلة، 10 طلاب مهددين بالفصل من الجامعة والسكنات، والعديد من الطلاب تم تحويلهم إلى المحكمة بسبب تراكم الرسوم. هلال يقول: المشاكل مثل كل مرة، تأخر في الصرف المستحقات المالية المفترض،
الآن يتم صرف الربع الرابع، بس للأسف لم يصرفوا الثالث، وعدم رفع أو دفع الرسوم الدراسية لبعض الدول كروسيا. بعض الطلاب مهددين بالفصل، أقل مطلب انتظام صرف المستحقات في وقتها. تعليق أخير، حسن يقول في السنوات الأخيرة صدرت أو نقول تم بيع قرارات بالآلاف وبأسعار تتراوح من 3000 دولار فما فوق، من يصدر قرارات بلا ميزانية هو الذي يتحمل المسؤولية. طيب، وصلنا تقريبا لنهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، نلقاكم الحلقة الأسبوع القادم في أمان الله.